في فئة من الناس كل شغلتها تستغل غيرها وبيعبروا عن اللي بيفكروا فيه بكل صراحة. انت وحدك اللي قادر تمنعهم يتصرفوا بهيدي الطريقة او رح تسمح لهم يستغلوك وتوصل معهم ياخذوا قرارات عنك، بس لازم تعرف انه من هيدي اللحظة انت تخليت عن كرامتك. ما تخلي حدا يتلاعب فيك ويحبط من قوتك الروحية. تذكر انه ما حدا بيحط من قدرك بدون موافقتك.